مما ورد عن أمير المؤمنين في هذه الوصية: يا بني إن أغنى الغنى العاقل. أكبر نعمة بعد نعمة الولاية لأهل البيت عليهم السلام، ونعمة الولاية العقل الذي يقود الإنسان للاعتراف بها والعمل بها والافتخار بها، هذا وسام الشرف الذي علقناه، علقه الباري ومن علينا بالسعادة والتوفيق أن نعلق وسام الشرف في صدورنا، أشرف وسام وهو وسام الانتماء إلى أشرف مذهب، المذهب الذي قادته هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وسام يستحق الحمد، ومهما شكرنا الله وحمدناه لا نستطيع أن نفي بشكر هذه النعمة، وهي نعمة الولاية لأهل البيت. أمير المؤمنين ينظر إلى قنبر بعد وفاة النبي: يا قنبر أبشر وبشر واستبشر، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على أمته ساخط إلا على الشيعة، ألا وأن لكل شيء دعامة، ودعامة الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء عروة، وعروة الإسلام الشيعة، ألا وأن لكل شيء إمام، وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة، ألا وأن لكل شيء سيد، وسيد المجالس مجالس الشيعة. الذين يترحم عليهم الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله شيعتنا، خلقوا من فاضل طينتنا، وعجنوا بماء ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. الإمام الحسن العسكري عليه السلام يكتب كتاب لبعض شيعته، يقول في الكتاب: نحن كهف لمن التجأ إلينا، ونور لمن استضاء بنا، وعصمة لمن اعتصم بنا، من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى، ومن انحرف عنا فإلى النار والعياذ بالله. لذا الانتفاع من العقل يجعل من الإنسان أن يختار طريق هو صراط مستقيم، طريق الانتماء لأهل البيت عليهم السلام. أمير المؤمنين عليه السلام يسألون، يقولون: مولانا صف لنا العاقل، من هو العاقل؟ قال: العاقل الذي يضع الأمور مواضعها. مولاي والجاهل؟ يعني صف لنا الجاهل. قال: قد فعلت، يعني لما قلت العاقل الذي يضع الأمور مواضعها، الجاهل عكسه، يعني الذي لا يضع الأمور مواضعها. الإمام زين العابدين عليه السلام يخاطب الباري جل وعلا: إلهي من أعطيته العقل فأي شيء حرمته، ومن حرمته العقل فأي شيء أعطيته. بالعقل يستطيع الإنسان أن يختار الطريق الصحيح، وإذا ما استفاد وانتفع من عقله يجره عدم انتفاع أو عدم استفادة من عقله إلى الانحطاط، ويكون في أسفل السافلين. لأهمية العقل نكتة لطيفة: بوسر بن إرطاط هجم على اليمن في أيام كان عبيد الله بن عباس أخو عبد الله بن عباس والي على اليمن من قبل أمير المؤمنين عليه السلام. بوسر بن إرطاط بأمر معاوية هجم على اليمن، واضطر عبيد الله بن العباس أو ابن عباس الوالي المكلف بالولاية ولاية اليمن من قبل الإمام أن يفر، فظفر بسر بن إرطاط بولديه وقتلهما، ظفر بأولاد اثنينهم قتلهم. ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا له: مولانا يا أمير المؤمنين، هكذا فعل بسر، هجم على اليمن والوالي فر فظفر بولديه قتلهما. الإمام رفع يديه، قال: اللهم اسلبه العقل، اسلبه العقل. فسلب العقل منا وصار مجنونا يركض في الطرقات والشوارع ينادي: سيف سيف. صنعوا له سيفا من خشب صار يضرب به الجدران، لأن ما عنده عقل. لهذا الحساب يوم القيامة يقع على حساب العقل، أخذ ما وهب سقط ما وجب. ما عنده عقل مجنون ما يحاسب، يحاسب العاقل. العقل سبق أن قلنا، سئل الإمام الصادق: مولانا ما هو العقل؟ قال: العقل ما يعبد به الرحمن وتكتسب به الجنان. اليوم اللي يكسب الجنة هو العاقل،
اللي يحارب هوى نفسه، يحارب غروره، يحارب التكبر، يحارب التجبر، الذي يتواضع، البار بوالديه، اللي يحترم الآخرين، تسلم العالم والناس من يده ولسانه، الصادق، عند وفاء، عند خلق رفيع، يتحلى بأخلاق طيبة، يحافظ على الواجبات، ينأى نفسه عن المحرمات. بالأحرى أن نقول أن يسير على سيرة أهل البيت عليهم السلام، هذا عاقل، عقله يقوده إلى دخول الجنة، ويأتي النداء ادخلوها بسلام. لذا أمير المؤمنين يقول إن أغنى الغنى العاقل، عند الماديين الغنى غنى الأموال، عند أهل المادة والدنيا المتشبث بالدنيا، عند أن النعمة والغنى غنى المادة وغنى الفلوس والأموال ودراهم ودنانير. أما عند أهل المعنويات إن أغنى الغنى العاقل.